ارتفاع كبير بنشوفه الفترة دي في درجات الحرارة، كل ده بسبب ظاهرة النينيو. ظاهرة النينيو ناتجة عن ارتفاع غير عادي في درجة حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ، وده بيؤدي لسرعة وقوة التيارات وتغيير في طقس عدد كبير من البلاد المحيطة، وبيأثر على الأحياء البحرية، فبيحصل جفاف في أماكن وأمطار وفيضانات في أماكن تانية. الظاهرة دي لما بتحصل بتقعد من 9 ل 12 شهر وأحيانا لسنين، وعمرها ما حصلت بشكل منتظم ومحدش يقدر يتنبأ بيها. آخر مرة حصلت فيها ظاهرة النينيو كانت سنة 2015، وساعتها حصلت موجات جفاف على بلاد كتير وفيضانات في أماكن مختلفة وأعاصير مدارية وزيادة مهولة في درجات الحرارة، واللي بتعتبر أسخن فترة في التاريخ. وبسبب الجفاف اللي دمر مساحة واسعة من المحاصيل الزراعية، في أكتر من 60 مليون شخص في العالم عانوا من سوء التغذية. العلماء رأيهم إن موجات الحر هتخلي أعداد الوفيات تزيد داخل قارة أوروبا بأكتر من 68 ألف في كل صيف لحد 2030، وأكتر من 94 ألف بوصلنا ل 2040. وعلى المدى القصير، فخبراء الأرصاد بتوقعوا إن 2024 هيبقى صيف أكتر سخونة في تاريخ البشرية كلها، وإن الموجة هتوصل ذروتها في شهر ديسمبر السنة دي، وهيصاحبها حرائق في غابات أستراليا واللي بيعتبرها العلماء رئة الكوكب. والحرائق ممكن تحصل في شرق آسيا، ومتوقع إن درجة حرارة الكوكب هتزيد لأول مرة درجة ونص كاملة عن الحد الأمثل.